الحمد لله الواجد الماجد التواب، الحليم الكريم الوهاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الكرام، إن من نعم الله على عباده أن اختص بعض الأزمنة والأمكنة بمزيد عناية وفضل ليزداد من اغتنمها ورعى حرمتها إحسانا، ويبوء من غفل عنها وأهملها خيبة ونقصانا. ألا وإن من تلك الأزمنة الفاضلة التي أنعم الله بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم. شهر الله المحرم شهر عظيم من أشهر العام، وهو أحد الأشهر الحرم التي نهانا عنها مولانا أن نظلم فيهن أنفسنا، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: اختص من ذلك أربعة أشهر، فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. أيها الكرام، ومن فضائل شهر الله المحرم أنه يستحب الإكثار فيه من صيام النافلة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله: سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الشهر شهر الله المحرم، فاختصه بإضافته إلى الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله. ولما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله، كان الصيام من بين الأعمال مختصا بإضافته إلى الله. ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إلى الله المختص به، وهو الصوم. وقال أيضا رحمه الله: من صام من ذي الحجة وصام من المحرم ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة، فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة. فإن كان من أول ما عمل طاعة وآخر ما عمل طاعة، فهو في حكم من استغرق بالطاعة بين العملين. أيها الكرام، ومما اختص الله به شهر الله المحرم يومه العاشر، وهو عاشوراء. هذا اليوم الذي احتسب النبي صلى الله عليه وسلم على الله أن يكفر لمن صامه السنة التي قبله. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم.
وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا اليوم، وهو يوم مبارك معظم منذ القدم. فاليهود أتباع موسى عليه السلام كانوا يعظمونه ويصومونه ويتخذونه عيدا، وذلك لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. أخرجه البخاري. بل حتى النصارى كان لهم حظ من تعظيم هذا اليوم، وأيضا حتى قريش على وثنيتها وعبادتها الأصنام كانت تصوم يوم عاشوراء وكانت تعظم ذلك اليوم. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، ونحن المسلمين أحق بصيام هذا اليوم من أولئك، فهو يوم نجى الله فيه موسى فنحن أحق بموسى منهم، فنصومه تعظيما وشكرا لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، صيام عاشوراء وإن لم يكن واجبا باتفاق العلماء فهو من المستحبات التي ينبغي الحرص عليها، وذلك لما يأتي. وقوع هذا اليوم في شهر الله المحرم الذي يسن صيامه، ولتحري رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. أخرجه البخاري. ولأن صيامه يكفر السنة الماضية كما ذكرنا وثبت ذلك في الحديث، وكما ورد عن بعض السلف من صيام يوم عاشوراء حتى وهم في السفر، جاء ذلك عن ابن عباس وأبي إسحاق والزهري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وكان الزهري يقول: رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت. ونص أحمد على أنه يصام عاشوراء حتى في السفر. أيها الكرام، إن من فضل الله علينا أن وهبنا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، وهذه الذنوب التي يكفرها صيام يوم عاشوراء هي صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة، كما أشار إلى ذلك العلماء المحققون كابن تيمية وغيره رحمة الله على الجميع. واسمعوا يا عباد الله إلى الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، وهو يحذر ممن يتصور أن صيام يوم عرفة وعاشوراء كاف في النجاة والمغفرة، حيث يقول رحمه الله: لم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة وعاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. ويقول رحمه الله: ومن المغرورين
من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه لأنه لا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، وإذا عمل طاعة حفظها واعتبرها، كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم 100 مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم بما لا يرضي الله في يومه، فهذا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين إلى غير ذلك من آفات اللسان، وذلك من محض الغرور. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الكرام، وأما مراتب صيام عاشوراء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، وثبت عنه أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، والحديثان في صحيح مسلم. فصام عليه الصلاة والسلام، صام اليوم العاشر فعلا، وهم بالصيام التاسع، والهم هنا يحاكي الفعل، فهاتان مرتبتان ثابتتان في السنة، صيام التاسع والعاشر. ففي صيام العاشر تأكيد لذلك الفضل، وفي صيام التاسع تحقيق لمخالفة اليهود. وذهب بعض العلماء إلى أن مراتب صيام يوم عاشوراء 3 مراتب. الأول صيام التاسع والعاشر، والثاني صيام العاشر والحادي عشر، والثالث صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. وذهب فريق من العلماء إلى زيادة مرتبة الرابعة، وهي إفراد عاشوراء بالصيام، خاصة في هذا العام أن عاشوراء يوافق يوم السبت، وقد ورد حديث عن إفراد السبت بالصيام، لكننا نقول أنه يجوز إفراده بالصيام حتى وإن كان يوم السبت، وذلك لسببين: أولا ضعف الحديث الوارد في النهي، والثاني تخصيص السنة بهذا الفضل، فعاشوراء يفوت أجره وفضله، فينبغي الحرص عليه. فلنحرص عباد الله على هذا الفضل العظيم، ولنتذكر أن صيام يوم في سبيل الله يباعدك يا عبد الله عن النار 70 خريفا. نسأل الله من فضله، نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد في القول والعمل، ولنتذكر أنه ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد عباد الله، إن مما يتعلق بيوم عاشوراء ما أحدثه بعض الناس من البدع فيه، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يفعله الرافضة من المأتم والحزن والندب والنياحة وشق الجيوب والضرب واسم السلاسل، هل لذلك أصل أم لا؟ فأجاب رحمه الله: لم يرد شيء في ذلك بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم.
ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، حديثا لا صحيحا ولا ضعيفا. ثم ذكر رحمه الله ما مر به أول هذه الأمة من الفتن والأحداث، ومقتل الحسين رضي الله عنه يوم عاشوراء، وماذا فعلت الطوائف بسبب ذلك. فقال رحمه الله: فصارت طائفة جاهلة ظالمة، إما ملحدة منافقة، وإما ضالة غاوية، تظهر موالاته وموالاة أهل بيته، تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب، يشير إلى فعل الروافض. فكل ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتما وإنشاد قصائد الحزن وروايات الأخبار التي فيها كذب كثير، وليس في ذلك إلا التعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام، والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين كأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. ثم ختم كلامه رضي الله عنه بهذه الكلمة: وشر هؤلاء، يعني الروافض، شر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرهم وأن يجعل كيدهم في نحرهم، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة، نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يثبتنا على الدين حتى نلقى الله، وأن يحسن ختامنا ويتوفانا وهو راض عنا، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله.